نبي الله لوط هو أحد شخصيات الكتاب المقدس في اليهودية والمسيحية، ونبي من الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن في الإسلام، ويعتقد أنه عاش 175 سنة. كلمة لوط لها معاني كثيرة، ولوط بمعنى لاط أي لاط الحوض بالطين لوطا أي طينه. وقال اللحياني: لاط فلان بالحوض أي طلاه بالطين وملسه به، فالتاط به أي التصق به. وفي الحديث: من أحب الدنيا التاط منها بثلاث أي التصق بها: شغل لا ينقضي، وأمل لا يدرك، وحرص لا ينقطع. وأيضا إذا لزق الحب بالقلب يقال: لاط حبه بقلبي أي لصق حبه بقلبي. ويقال: الولد ألوط بالقلب أي ألصق بالقلب. وكذلك كل شيء لصق بشيء فقد لاط به يلوط لوطا ويليط ليطا. قال الليث: لوط كان نبيا بعثه الله إلى قومه فكذبوه وأحدثوا ما أحدثوا، فاشتق الناس من اسمه فعلا لمن فعل فعل قومه. فمعظم الناس اليوم يقولون عن الشخص المثلي الجنسي لوطي نسبة إلى النبي لوط، وهو مصطلح شائع لدى العرب وخاطئ، وفيه إيحاء إلى نبي الله لوط. ولوط هو ابن هاران بن تارح بن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام أبو الأنبياء، وإنما سمي لوط لأن حبه لاط بقلب إبراهيم أي تعلق به ولصق، وكان النبي إبراهيم يحبه حبا شديدا. ولوط خرج من أرض بابل مع عمه إبراهيم، وكان مؤمنا بعمه تابعا له في دينه، وهاجر معه إلى الشام. تذكر قصة قوم لوط صلة القرابة بين النبي إبراهيم ولوط، والملائكة التي أتت لإبراهيم لإخباره بدمار قرية لوط أو القرية التي كانت تعمل الخبائث. فرد إبراهيم أن فيها لوطا، وكان الرد: نحن أعلم بمن فيها. فذهبت الملائكة في هيئة بشر إلى بيت لوط، وما أن علم أهل القرية بوجود شابين وسيمين حتى أتوا بيت لوط وأرادوا الفاحش في ضيوفه، ولم يكن يعلم أنهم ملائكة. فعرض لوط عليهم الزواج ببناته، وقيل المقصود بنات القرية أو بنات لوط، لكنهم رفضوا. فجاء الوحي بخروج لوط وأهله إلا زوجته من القرية، وتم عذاب الله للقرية. وسبب العذاب في القرآن الفاحشة وإتيان الذكران. قال تعالى في القرآن الكريم: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. لقد أثبت القرآن قصة لوط مع قومه ذاكرا فيها أهم المشاهد من حياته، وذلك في نحو 6 صور، وأبرز ما فيها النقاط التالية: إيمانه بعمه إبراهيم وهجرته معه، نبوته ورسالته إلى قوم أهل سدوم وعمورة، دعوته لقومه بمثل دعوة الرسل، ونصيحته لهم أن يهجروا ما هم عليه من سوء، وإنذارهم بعاقبة ما هم عليه من شر. إثبات أن قومه كانوا أهل شذوذ جنسي، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، ويجاهرون بشذوذهم، فيأتوا المنكر في نواديهم. إثبات أن قومه كانوا يقطعون السبيل، فلا يدعون مسافرا أو تاجرا يمر في طريقهم إلا آذوه واعتدوا عليه وسلبوه ماله. بيان أنه لما وعظ قومه ونصحهم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني هو أهله. إرسال الله رسلا من الملائكة لإهلاك قوم لوط، وزيارة هؤلاء الرسل من الملائكة النبي إبراهيم قبل ذلك، وإخباره بمهمتهم التي جاءوا من أجلها، وبشروه ببشرتين، فبشروه بغلام من زوجته سارة اسمه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. انصرافهم إلى لوط ودخولهم عليه بصورة شباب مرد حسان دون أن يخبروه بحقيقتهم، ثم إقبال قوم لوط على داره يريدون بهؤلاء الشباب الفاحشة
ثم إخبار الملائكة لوطاً بحقيقتهم وبمهمتهم التي جاءوا من أجلها، وبأن القوم لن يصلوا إليهم، وأمرهم إياه أن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلاً قبل طلوع الصبح، وألا ينظر للخلف لكي لا يصيبهم ما أصابهم إلا زوجته، وإخبارهم إياه بأن الصبح موعد تدمير قومه ووعدهم له بالنجاة هو وأهله إلا امرأته التي خانت رسالة زوجها، بيان أن الله أتم قضاءه في قوم لوط، فأمر الله جبريل أن يقتلع بلدتهم فخسف بهم الأرض وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، وأنجى الله لوطا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الهالكين. ويعتقد أن مكانها الآن هو البحر الميت، ورد ذكره وقومه في القرآن في صورة النمل وصورة العنكبوت وصورة هود وصورة القمر وغيرها. وقد ذكر لوط في اليهودية والمسيحية، وذكر أن اسمه لوط بن هاران بن تارح، وهو ابن أخي إبراهيم خليل الله، وقد هاجر مع إبراهيم الخليل إلى حاران ثم إلى كنعان، ثم ارتحل معه إلى مصر ثم عاد إلى كنعان. وقد حدث نزاع بين رعاة إبراهيم وبين رعاة لوط، اقترح بعده خليل الله إبراهيم على لوط أن يتوسع في الأرض لكي لا يحدث نزاع بين رعاتهما أو بينهما، فارتحل لوط شرقا عبر نهر الأردن إلى مدينة سدوم. كانت خطيئة سدوم وعمورة هي الفاحشة التي كانت بين الرجال كما يذكر الكتاب المقدس، فزار لوط ملاكان لكي يخلصوه وأهله من العذاب الذي سيوقعه الله على سدوم وعمورة. وبالفعل نجا لوط البار وابنتيه فقط، وتم هلاك سدوم وعمورة بقلبها وإمطارها بالنار والكبريت وهلاك زوجة لوط. وحدث بعد ذلك أن لوطا التجأ إلى مدينة اسمها صوغر بأمر الملاك، ثم ارتحل ثانية إلى الجبال. ولوط لم يكن نبيا بالنسبة للديانتين اليهودية والمسيحية، بل كان رجلا صالحا. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية المرئية الأولى بالنسخة العربية.